السلام عليكم حنيناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. يا الغزالات ديالي، اليوم إن شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الطريقة زوينة بزاف، واحد المخمرية اللي كتباع بأثمنة جد جد باهظة في الأسواق، وكذلك كتباع على النت، يعني بالأثمنة باهظة جدا. طبعا كنهضر على المخمرية اللي كتكون ممتازة، لأن فيها أنواع، وأنا غادي نصاوب معكم مخمرية ممتازة جدا، تصلح للجسم وكذلك تصلح للشعر. واحد الحاجة اللي فنة بزاف، وحصرية لقناتي. وبالنسبة للبنات اللي بغاو منتجات قناتنا إبداعات نهى للنواعم، ما عليكم إلا تواصلوا معايا عبر انستغرامي إبداعات نهى للنواعم، وإن شاء الله غادي نبعت لكم صور وكذلك لاش كيصلحوا الوصفات اللي عندنا في المنتجات ديالنا. فمرحبا بالجميع، والأثمنة أكيد أكيد أثمنة مناسبة والجودة عالية، وأكيد غادي تعجبكم يا الغزالات ديالي. ففي هاد المخمرية هادي غادي نحتاج إلى أي نوع من العطور اللي نتوما كتفضلوها. طبعا غادي نصاوب معكم جوج ديال الأنواع، غادي تجيبي أي نوع من العطور. أنا مثلا كنفضل هاد النوع هذا ديال لوليتا، المفضل عندي، كنحمق عليها. وهذه كذلك عفوا يا البنات، وهذه كذلك ديال جود جيرل، كتعجبني هذه الريحه. هذه عرفتي البنات، فنه والتوب ديال التوب، او اي نوع اخر. وهذه كذلك كتعجبني بزاف، ولكن هذه ما كتبقاش بزاف، لان العطر باش ما كان غالي كيبقى بزاف، اما هذه صراحه رخيصه فما كتبقاش بزاف. وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو هاد العطور هادو، غادي تلقاوهم في سيفورا، يعني اعطاهم الله. وغادي نحتاج كذلك الى الفازلين، اي نوع متوفر عندكم من الفازلين. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الفازلين، ما تريدكم الا انا ملكم يا الغزالات، كتبوا فقط في البحث فازلين ابداعات نهى للنواعم، غادي تلقاوه. راني صاوبت معكم فازلين نقي، عرفتوا بحال الفازلين الطبي، رائع جدا. وغادي نحتاجوا كذلك الى اي نوع متوفر عندنا من زيت الطهي، ياكو غادي تستغربوا، ولكن راه زيت الطهي هو المستعمل، وضروري انكم تختاروا شي نوعيه اللي ما فيهاش الريحه، بحال مثلا ديال هذا ديال نوار الشمس، راه ما فيهش الريحه ابدا ابدا. او مثلا زيت الذره كذلك ما فيهش الريحه. فغادي نصاوبوا واحد المخمريه اللي هي زوينه، وبامكانكم كذلك كما قلت لكم ديال العطور غنوريها لكم ساهله مهله. وغادي نصاوبوا كذلك بالخزامه، وهذه ديال الخزامه يا البنات راها زوينه 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 بزاف بزاف، خصوصا للنساء اللي عندهم اطفال غادي يدخلوا دابا للمدارس. وراكم عارفين في البدايه ديال السنه كيكون داك التخوف ديال القمل، نكون واقعيين، واخا تكوني نقيه واخا تكوني ما عرفتي شنو كيمشي ولدك اللي كول ولا كتخافي عليه. فاللي عندها هذيك الفوبيا وما كتحملش دوك الحشرات، والله الا حشرات ما كتحملهمش، فغادي تستعمل هاد المخمريه. هذه راها زوينه زوينه، وكتحمي الشعر، وكذلك فيها واحد الريحه زوينه للجسم. فغادي نحتاجوا الى الخزامه البلديه اللي كتكون فيها هاد الوريضه، هذه موفيا راه كتكون في الموف. لنفرض ما بغيتوش تصاوبوا هاد النوعيه، غادي تصاوبوها بالبخور المعمول. هذا النوع هذا رائع جدا وفاخر، هذا النوع هذا كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا هدايا مكه، في مثلا في غادي تلقاوه في انزكان في المغرب، وبالنسبه لهنايا في فرنسا البنات اللي عايشين بباريس غادي تلقاوه في بلاس فولتير، راه كاينين بزاف ديال البازارات كيبيعوا بحال هذا المعمول هذا. والطريقه جد بسيطه. فاش غادي ندير؟ اول حاجه بعدا غادي نديرها، غادي نجيب هاد الخزامه وغادي نطحنها، طبعا الكميه اللي نتوما بغيتوها. شوفوا معايا الغزالات ديالي، طبعا انا ضفت مازال الخزامه، فغادي نطحنها وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش غنصاوب المخمريه ديال الخزامه. من بعد غنقول لكم الطريقه الشفويه، لانها بنفس الطريقه باش غادي نصاوبوا المخمريه ديال العطور. ها هي الغزالات ديالي بعد ما طحنتها كما كتشوفوا معايا. طبعا راه بامكانكم الا ما بغيتوش ما غاديش تطحنوها، غادي توضعوها مع هاد المكونات اللي غادي نوضع هنا،
وابخي غادي تصفيو بالصفايه، ولكن انا بغيت الخزامه تكون حاضره لاني فعلا محتاجه ليها. راكم عارفين مع الدخول المدرسي راه زوينه 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 بزاف بزاف للاطفال اللي عندها الاطفال، وزوينه للشعورات يا اختي، تهلاو في الشعور ديال بنياتكم ديال وليداتكم. شوفوا هنايا انا درت ملعقه كبيره من الخزامه، وغادي نضيف عليها ملعقه كبيره كذلك من الفازلين. طبعا راه نفس الطريقه يا البنات باش غادي تصاوبوا ديال البخور، غير ديال البخور هو ما غاديش تطحنوه ياكو. البخور ما كيتطحنش في بلاصه مثلا الخزامه. غادي تاخدي قطعه من البخور كما كتشوفوا معايا، هذا داير بحال الشكل ديال العود، شفتوه معايا؟ هذا طبعا واحد النوع اخر، هذا سميتو اجمل احساس، زوين فن. غادي تاخذوا مثلا عويدات هكذا ديال البخور وغادي توضعوهم في البلاصه ديال الخزامه، خصوصا البنات اللي كيبغيو دوك المخمريات اللي كيكونوا تقال. ثم غادي نضيفوا الزيت كما كتشوفوا، تقريبا نصف كاس من الزيت، هاني اضفت نصف كاس من الزيت. ولا عندكم زيت اللافندر بامكانكم كذلك انكم تضيفوها باش تعطي واحد الريحه اللي غادي تكون قويه جدا لهاد المخمريه. انا طبعا عندي ولكن ما كاينلاش نضيفها لان غير هذه فهي تكفي. وهاد المكونات كلهم غادي توضعوهم على نار هادئه جدا مع التحريك، ولا انكم توضعوهم في حمام مائي. المهم غادي نكمل ثم غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا الطريقه ديال الاستعمال والشكل ديالها النهائي. للتذكير فقط يا الغزالات ديالي، ما تسمعوش زيت الخزامه وتمشيو تجيبوا دوك القراعي الكبار ولا دوك القراعي اللي كيكونوا بحال هكا، شفتوا معايا؟ زيت النعناع على فكره ديجا صوبتها معاكم، غادي تلقاوها على القناه، فقط كتبوا زيت النعناع ابداعات نهى للنواعم غادي تلقاوها. فالزيوت باش كنصاوبوا المخمريه كيكونوا بحال هكذا، كيكونوا الروح ديال الزيت. هذه مثلا الروح ديال القرنفل، شفتوها معايا؟ هذه كذلك الروح ديال الخزامه، يعني هذه غديري منها نقيطه ولا جوج فراها غادي تعطعط، ماشي بحال الاخرى. دوك الانواع الاخرين راكي غادي ديري النص ديال القرعه ويلاه يلاه غادي تعطيك الريحه. المهم هذا للتذكير فقط. هيا الغزالات ديالي بعد ما كل المكونات دابت، كما قلت لكم راني ما نحتاجش نزيد هذا الزيت هذه، ولكن المهم غادي نزيدها باش تعرفوا الكميه اللي خاصكم تزيدوا. شوفوا معايا نضيف غير ثلاثه ديال النقيطات، ها وحده جوج، ها ويلي دابا هذه الريحه ديالها غتعطعط. راست خمسه اللي زدت، خمسه ديال النقيطات. عرفتوا الدنيا كيفاش دايره بالريحه ديال هاد الخزامه هادي. المهم دابا في هاد المرحله بامكانكم توضعوها في واحد العبوه اللي غادي تكون زجاجيه ياكو، وهاد الخزامه كلها غادي تنزل لتحت، او انكم تخليوها واحد شويه بحال هكذا ياك بلا ما تحركوها، ثم غادي تصفيوها وغادي تاخذوا هاد الزيت فقط مع شو سميتو مع الفازلين ياكو. ولا بغيتوها تكون مخمريه شاده في راسها غادي تكثروا الفازلين، غادي توضعي مثلا جوج معالق ديال الفازلين على مثلا نصف كاس فقط من الزيت. ولا بغيتيها المهم تكون جاريه، المهم حسب الرغبه ديالك يا الغزال ديالي. وبامكانك كذلك تضيفي عليها اي حاجه اخرى بغيتي، وبنفس الطريقه غادي تصاوبي ديال العطور. غادي تاخدي الفازلين مع الزيت، وبامكانك تستغني على الزيت الا ما بغيتيش تستعمليها للشعر، غادي تاخدي فقط الفازلين وغادي تضيفي عليه اي نوع من العطور انت كتفضليه وغادي ديريه يا الحبيبه ديالي في حمام مائي ياكي مع التحريك، تا يدوب لك مزيان. ثم غادي توضعيه في العبوات اللي كيكونوا صغار بحال هكا، راه هادو راه كيتباعوا هنايا في لي ماغازان ديال الشينوا، راه غادي تلقاوهم كيتباعوا بحال هكذا. ولا تاخذوا ديال الزاج، راه كاينين متوفرين في اكسيون، متوفرين مثلا في كارفور، المهم هنايا في فرنسا. اما بالنسبه للمغرب راه عطاهم الله البنات اللي في المغرب، سيروا غير سوق اين زكان، البنات اللي في جنوب المغرب راه غتلقاو الاشكال والانواع ما شاء الله ديال العبوات. وهذه غادي تبقاو تستعملوها بعد الاستحمام، الا بغيتيها مثلا غير الشعر غادي ديريها بعد الاستحمام مباشره
للشعر ديالك يا الحبيبه ديالي بعد ما تنشف فيه، فالريحه غتبقى فيه، ديك الريحه زوينه. وانت اللي عندها الاطفال وقت ما دوشتي ليهم استعمليها ليهم الشعر، وكذلك وراء الاذنين باش ما يجيبوش لك القمل نهائيا نهائيا، لان القمل ما كيحملش الريحه ديال الخزامه. وكذلك تقدري انك تدهني بها كامل الجسم ديالك، غتوري يعني غادي تولي فواحه البيت ما شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وان عندكم اي غزالات ديالي، اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده، وكذلك اللي مازال ما اشتركتش على قناتنا نهى توفيق تشترك، مرحبا بها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.